مجموعة نارية وأخرى ستشهد منافسة مصرية. هكذا الحال بالنسبة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث أسفرت القرعة عن العديد من المواجهات القوية. في دوري أبطال إفريقيا وقع الأهلي حامل اللقب مع شباب لوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي واستاد أبيجان الإيفواري. ويملك الأهلي ذكريات سعيدة مع أورلاندو، حيث توج باللقب عام 2013 على حسابه، كما اعتاد على التفوق أمام شباب لوزداد الجزائري. أما فريق بيراميدز فتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم الترجي التونسي وساجرادا الأنغولي وديغوليبا المالي، وستكون المنافسة أقوى مع الفريق التونسي الذي صعد لنهائي دوري الأبطال في نسخته الأخيرة، لكنه خسر اللقب أمام الأهلي. وتبقى المجموعة الأقوى في دوري الأبطال والتي تشهد تواجد سان داونز الجنوب إفريقي مع الرجاء والجيش الملكي المغربيين ومانيما الكونغولي، فيما تواجد مازيمبي الكونغولي مع يانغ أفريكانز التنزاني والهلال السوداني ومولودية الجزائر في المجموعة الأولى. في المقابل وببطولة الكونفدرالية يدافع الزمالك عن لقبه من خلال تواجده في مجموعة تضم المصري البورسعيدي وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي، وستشهد تلك المجموعة منافسة مصرية خالصة بين الزمالك والمصري، وسيكون العنصر الإيجابي في ذلك إراحة الثنائي من مشقة السفر وكذلك تكلفته. كما أن الزمالك يملك ذكريات سعيدة بالنسبة لمواجهاته مع أنيمبا، حيث انتصر الأبيض عليه في 2016، وهي النسخة التي شهدت تأهل الزمالك للنهائي قبل الخسارة من سان داونز الجنوب إفريقي. وتبقى المجموعة الأولى في الكونفدرالية هي الأقوى، إذ تضم سيمبا التنزاني مع الصفاقس التونسي مع شباب قسنطينة الجزائري وبرافوس الإنغولي، فيما يتواجد نهضة بركان وصيف النسخة الأخيرة في مجموعة تضم الملعب المالي وستيلنبوش الجنوب إفريقي والواندا سول الإنغولي، ويتواجد اتحاد العاصمة مع أسك الإيفواري وجراف السنغالي وأورابا يونايتد البتسواني. كل التوفيق للفرق المصرية في مغامراتها الإفريقية المنتظرة.